أداء مجلس 2022 أنت بحاجة أن يعني يكون في تقييم عادل وتقييم حقيقي. عشان يكون في تقييم عادل وحيادي وحقيقي لازم يكون في يعني مرور الفترة الزمنية الدستورية للمجلس وحتى تقيم هذا المجلس وتقيم إنجازه. يمكن بالفترة الأولى كان الإنجاز طيب وكان في تعاون من قبل الحكومة في فترة 3 شهور ونتج عنا ترى إنجاز العديد من القوانين المهمة واللي يمكن ما شافها المواطن بشكل مباشر. مثل شنو هذه القوانين؟ يعني عندك قانون تعديل اللائحة الداخلية وكان هذا يعني تعديل مهم الهدف منه يعني تطوير أداء المؤسسة البرلمانية، تسريع عملية الإنجاز بأن الاقتراحات النيابية تذهب مباشرة إلى اللجان المختصة دون مرورها باللجنة التشريعية. أي نعم، لأن اللجنة التشريعية تضخم بالاقتراحات وتوصل إلى أكثر من 2000 اقتراح. مع أن البعض قال في ملاحظات على هذا الموضوع أنه يعني من الناحية القانونية ودراسة هذه القوانين بشكل جيد قد يخلق في بعض المثالب. ممكن التغلب على هذه الأمور. إذا استدعى أن يعني يتم الاستعانة باللجنة التشريعية ممكن اللجنة المختصة تودي الاقتراح إلى اللجنة التشريعية وممكن أن يتم الاستعانة بمستشارين قانونيين في اللجان, في اللجان نعم. يغطون جانب اللجنة التشريعية. وكان الهدف بس أنه نسرع من عملية الإنجاز وتطوير أداء المؤسسة البرلمانية. الإنجاز الآخر كان فيه العديد من القوانين مثل تعارض المصالح، منع تعارض المصالح، الشخصية الاعتبارية، إضافة ربات البيوت والمطلقات على تأمين عافية، الانتهاء من المداولة الأولى، من قانون إنشاء المدن الإسكانية. نعم. وهذا يعني كان يكون له أثر كبير في تشريع الطلبات الإسكانية. قدرنا أن إحنا نصعد على جدول الأعمال قانون المفوضية العليا لإدارة الانتخابات وقانون النظام الانتخابي المتعلق في القوائم. إلا أن يعني جلسة 10-1 واللي تسببت بالأزمة السياسية ونتج عنها انسحاب الحكومة واستقالتها هي اللي عرقلت يعني هذا الموضوع.